بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلاب الفرقة الأولى، شعبة الإدارة والمحاسبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة لينا هنتكلم فيها عن المادة وعن اللي درسناه في المادة. مادة أصول الإدارة عموما بتتكلم عن مفهوم الإدارة وأهميتها وأهدافها، وبتركز على وظائف الإدارة من تخطيط وتنظيم وتنسيق وتوجيه ورقابة. هنراجع بسرعة مع بعض كده ما درسناه في الفصول. احنا اخدنا في الفصل الاول مفهوم الادارة واهميتها، وهي الادارة علم او فن، وعناصر الوظيفة الادارية. اخدنا في الفصل الثاني تطور الفكر الاداري، اتكلمنا فيه عن مرحلة ما قبل حركة الادارة العلمية، المدرسة التقليدية والكلاسيكية في الادارة واهم روادها، اتكلمنا فيها عن هنري فايول وفريدريك تيلور، أخذنا مدرسة العلاقات الإنسانية والمدرسة السلوكية وكذا المدرسة الحديثة في الإدارة. الفصل الثالث كان بعنوان منظمات الأعمال، اتكلمنا فيه عن الأشكال القانونية لمنظمات الأعمال وعن وظائف منظمة الأعمال أو وظائف الأعمال المشروع اللي هي التسويق والإنتاج وإدارة المواد والمبيعات وإدارة الإنتاج. بعد كده اتكلمنا عن وظائف الإدارة. وظائف الإدارة أخدناها في الفصل الرابع والخامس والسادس والحداشر. وظائف الإدارة اللي هي التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة. وبالتالي فالتخطيط هو وظيفة إدارية يتم من خلاله تحديد الغايات والوسائل عن طريق إصدار القرارات ورسم السياسات ووضع البرامج والميزانيات التي تساعد على الموازنة بين الأهداف من جهة والموارد والإمكانيات من جهة أخرى. أو التخطيط هو فن التعامل مع المستقبل، وهو نقطة البداية في أي عملية إدارية. بس في فرق بين التخطيط والخطة. التخطيط ده زي ما قلنا تعريفه من شوية، أما الخطة فهي وضع التخطيط في صورة برامج بمراحل وخطوات وتحديد زماني ومكاني. والتخطيط قد يكون طويل المدى أو قصير المدى، وقد يكون شامل لكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وقد يكون على المستوى القومي أو الإقليمي أو المحلي. اتكلمنا في أهمية التخطيط، وقلنا أهمية التخطيط بتنبع من خلال أو بتظهر من خلال: واحد، تنسيق الجهود على جميع المستويات في المنشأة لتحقيق أهدافها. اتنين، وضع أسس للتغيير والتطوير. 3، وضع المعدلات الخاصة بالتنفيذ. 4، تسهيل عملية الرقابة. 5، التخطيط يعتبر بديل للعشوائية في القرارات والتخبط في التنفيذ. 7، قلنا التخطيط بيساعد على تقليل الصراع الناتج من اختلاف وجهات النظر وتعارض المفاهيم خلال التنفيذ. 8، مبدأ توافق التخطيط مع الوظائف الإدارية الأخرى. وأخيرا في أهمية التخطيط، إن التخطيط ده بينعكس على باقي وظائف الإدارة، بمعنى أن يتم التخطيط لعملية التنظيم وكذلك التخطيط لتنفيذ البرنامج التنفيذي والتخطيط للرقابة. اتكلمنا بعد كده عن أهداف التخطيط، وقلنا من أهداف التخطيط: تحديد الأهداف والغايات. 2، رسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأهداف، وبعد شوية هنوضح ايه الفرق بينهم. ثم اعداد الموازنات التخطيطية وتحديد اجراءات العمل، وتزويد الادارة بالمعلومات الخاصة بالظروف المحيطة ببرنامج العمل المقترح. 6، تحقيق التكيف مع المتغيرات في البيئة ورصد نقاط القوة والضعف. واخيرا حسن توظيف الموارد البشرية والمادية. اما مراحل عملية التخطيط فبتتمثل في: 1، تحديد الأهداف العامة. 2، دراسة وتحليل الموقف القائم. 3، تحديد الأهداف التفصيلية. 4، تحديد التغيرات الهيكلية في النظام. 5، تقدير تكلفة الخطة. 6، تحديد وسائل الخطة. 7، مراقبة تنفيذ الخطة ومتابعتها. أما مزايا وعيوب التخطيط، مزايا التخطيط بتتمثل في: توجيه اهتمام إدارة المنظمة نحو المستقبل وزيادة الاهتمام والوعي بالدراسات المستقبلية. 2، تحقيق التكامل عند اتخاذ القرارات في مختلف المستويات وبين مختلف الأنشطة. 3، التأكيد على أهداف المنظمة وما يتفرع عنها
من معدلات أداء أو مؤشرات للتعرف على مستوى ما يتحقق من إنجازات على جميع المستويات. أما عيوب التخطيط فبتتمثل في الحد من روح الابتكار والتطوير والمبادرة خلال مراحل التنفيذ، وأيضا إن المبالغة في التخطيط أحيانا قد تؤدي إلى ضياع الوقت وارتفاع التكاليف. ولكن بنقول لو قارنا المزايا بالعيوب بنلاقي طبعا المزايا الناتجة عن التخطيط أكثر من العيوب. نيجي بعد كده في العوامل اللي بتؤثر على التخطيط، قلنا عوامل بيئية أو عوامل تنظيمية. العوامل البيئية بتتمثل في النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتشريعي والتكنولوجي والثقافي والتعليمي. أما العوامل التنظيمية بتتمثل في الفلسفة الإدارية السائدة ودرجة المركزية واللامركزية والنظم الرقابية السائدة، وشرحنا كل عامل منهم بالتفصيل. أما المبادئ الأساسية التخطيط تتمثل في عمومية التخطيط، 2 تكامل الخطط، 3 شمولية التخطيط، 4 مرونة التخطيط، 5 قابليته للقياس، 6 المشاركة. تقسيم الخطط، إما يتم تقسيم الخطط بناء على موضوع الخطة بحيث إما أن تكون خطة إنتاج أو خطة مالية أو تسويقية أو بحوث أو خلافه. أما تقسيم الخطة على عناصرها اللي هو بيشمل الأهداف والسياسات والبرامج والإجراءات، وممكن تقسيم الخطة حسب الوقت، إما أن تكون الخطة بسيطة أو معقدة، مرنة أو غير مرنة، مكتوبة أو غير مكتوبة، سرية أو منشورة. ويمكن أيضا تقسيم الخطط حسب المنظمات، ودي بتشمل خطط الفروع والأنشطة والإدارات والمنتجات. قلنا بقى أنا عندي مصطلحات ظهرت معايا خلال تعريف أهمية وأهداف التخطيط، زي قلنا الأهداف والغايات والرؤية والرسالة. الرؤية يا شباب باختصار شديد، وقلتها قبل كده في المحاضرة وقلتها في أول محاضرة معانا أونلاين، إن الرؤية دي هي أحلام المنظمة وطموحاتها التي لا يمكن تحقيقها في ظل الإمكانيات الحالية، وإن كان من الممكن الوصول إليها في الأجل الطويل. أما الرسالة دي وثيقة مكتوبة بتمثل دستور المنظمة والمرشد الرئيسي لكافة القرارات والجهود، وبتتضمن إعلان المنظمة لأهدافها وفلسفتها وتعريف المجال الذي تعمل فيه. أما الغايات هي أهداف عامة ذات طبيعة متميزة وفريدة يمكن أن تتميز بها المنظمة عن غيرها من المنظمات المماثلة. أما الأهداف فهي الناتج أو الغايات المطلوب تحقيقها لتحقيق رسالة أو فلسفة المنظمة. وقلنا الأهداف قد تكون أهداف استراتيجية طويلة الأجل أو أهداف تكتيكية أو تفصيلية قصيرة الأجل. أما الاستراتيجية لها أكتر من تعريف، بس قلنا هنركز على التعريف اللي بيقول هي تحديد الأهداف طويلة الأجل مع تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، أو هي فن استخدام الموارد المتاحة بأفضل طريقة تسهم في تحقيق الأهداف المرغوبة. أما السياسات فهي مجموعة من القواعد الأساسية التي تحكم وتوجه عملية اتخاذ القرارات على كافة المستويات الإدارية. طيب الفصل ده لو قلنا أسئلته هتبقى إزاي؟ ممكن نقول سؤال مثلا: وضح المقصود بالمصطلحات التالية: مفهوم التخطيط، الرؤية والرسالة، السياسات، الاستراتيجيات، الأهداف. سؤال تاني ممكن نقول: هل التخطيط غاية أم وسيلة؟ ولماذا؟ أو مع توضيح وجهة نظرك. سؤال تالت: إيه أهمية وأهداف التخطيط؟ سؤال أخير: إيه مزايا وعيوب التخطيط والعوامل التي تؤثر في التخطيط أو العوامل المؤثرة في التخطيط؟ نيجي للوظيفة التانية من وظائف الإدارة اللي هي التنظيم، وقلنا التنظيم ده من أحد الوظائف الأساسية للإدارة، وقلنا التنظيم عملية يتم من خلالها إيجاد هيكل تنظيمي ذو كفاءة وفاعلية يمكن بواسطته أن تؤدي الأنشطة والأعمال بسلاسة وفاعلية. أو التنظيم هي عملية من خلالها يمكن تحديد العلاقات والمسؤوليات وتوزيع الأدوار بما يضمن تنفيذ السياسات وتحقيق الإجراءات. نيجي للجزئية التانية: إيه أهمية التنظيم؟
بتظهر الحاجة إلى التنظيم كنشاط أساسي للإدارة من خلال واحد إن التنظيم ده بيمثل حلقة الوصل، التنظيم ده بيمثل حلقة وصل ما بين التخطيط والتنفيذ. اتنين، بدون التنظيم إن بعض الوظائف تطغى أو تزيد أهميتها على الوظائف الأخرى. تلاتة، تعتبر الفوضى هي البديل الطبيعي للتنظيم. أربعة، بدون التنظيم يصعب تصنيف وتوزيع وتحديد درجة أهمية كل منها. خمسة، بدون التنظيم بعض الوحدات قد تضغط تبالغ في القيام بدورها. ستة، إن التنظيم بيؤدي إلى وضع الرجل المناسب في العمل المناسب. سبعة، يساعد التنظيم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتنظيم العائد منها. طب إيه أهداف التنظيم؟ بنقول تتمثل أهداف التنظيم فيما يلي: واحد، انتظام العمل وانسيابياته بسهولة ويسر. اتنين، تحديد نشاطات العمل ومراحله والقائمين به. تلاتة، تحديد اختصاصات ومسؤوليات كل فرد وكل إدارة، حيث لا يوجد تنازع في الاختصاصات أو تضارب في السلطات. أربعة، الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة. ستة، تزويد القائمين على العمل بإرشادات أداء العمل. سبعة، إحداث توازن بين أفراد العمل وتوفير الجهد المبذول. تمانية، ضمان سير العمليات الإدارية. تسعة، وآخر هدف من أهداف التنظيم تحقيق أفضل كفاءة في الأداء. أما مبادئ التنظيم تتمثل في: واحد، مبدأ وحدة الهدف ووضوحه. اتنين، مبدأ تقسيم العمل وتحديد الاختصاصات. ثلاثة، مبدأ وحدة القيادة. أربعة، مبدأ التنسيق. خمسة، مبدأ تناسب السلطة مع المسؤولية. ستة، مبدأ تدرج السلطة. سبعة، مبدأ المركزية واللامركزية. تمانية، مبدأ تفويض السلطة. وشرحناها في المحاضرة التانية أونلاين، وقلنا إيه معنى كل مبدأ من المبادئ السبعة دول. نيجي بقى في أنواع التنظيم. أنا عندي يا إما تنظيم رسمي يا إما تنظيم غير الرسمي. قلنا التنظيم الرسمي هو التنظيم المقصود للأنشطة والعلاقات فيما بينها بغرض تحقيق هدف مسبق. وقلنا التنظيم الرسمي لا يتحقق في أي منظمة إلا بعدة عوامل، منها سهولة اتصال الأفراد ببعضها. اتنين، وجود علاقة جيدة تجعل الأفراد يستقبلوا الأوامر باهتمام. تلاتة، توفير الإمكانيات اللازمة التي يتطلبها العمل. طيب التنظيم غير الرسمي، قلنا ده شبكة علاقات شخصية غير رسمية تقوم بين العاملين في مجال العمل، وده بينتج من تفاعل الفرد مع البيئة التي يوجد فيها. وقلنا إن التنظيم الرسمي لا ينشأ إلا بعدة عوامل، منها وجود دوافع خاصة بالأفراد أو سد الفراغ اللي بالتنظيم الرسمي ما بيستطيعش أن يملأه، أو أيضا بسبب البيئة التي توجد فيها المنظمة. اتكلمنا بعد كده عن أنواع الهيكل التنظيمي، وقلنا أنواع الهيكل التنظيمي بيشمل هيكل تنفيذي، هيكل وظيفي، هيكل النظم. أربعة، هيكل المشروع. خمسة، هيكل المصفوفة. ستة، الهيكل الاستشاري. وقلنا إيه الفرق بين كل هيكل من الهياكل التنظيمية، وبدأت معاكم في الهيكل التنفيذي وقلت فيه ده أكثر أنواع الهياكل انتشارا، وده وخاصة في المشروعات الصغيرة. طيب شكل الامتحان أو شكل الأسئلة في الفصل الخامس اللي هو فصل التنظيم هتبقى ازاي؟ ممكن برضو نقول لك وضح المقصود بالمصطلحات التالية: مفهوم التنظيم او التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي. وممكن يجي لك سؤال تاني ونقول كلما قل التخطيط والتنظيم كلما زادت الحاجة الى التوجيه، والعكس صحيح، ما مدى صحة هذه العبارة؟ وممكن تاني برضه زي ما قلنا التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي، وقلت لكم في المحاضرة في الأونلاين إن التنظيم الرسمي ده بنسميه التنظيم غير الرسمي أو الشلالية. فممكن نقول إن التنظيم غير الرسمي الشلالية بيؤثر بالإيجاب أو السلب في أداء المنظمة. هل العبارة دي صحيحة أم خاطئة ولماذا؟ نيجي بقى على
المحاضرة أو الوظيفة الثالثة من وظائف الإدارة اللي هي وظيفة التنسيق والتوجيه، وده الوظيفة ديت في الفصل السادس في الكتاب. اتكلمنا فيها عن تعريف التنسيق والتوجيه وأهمية التنسيق والتوجيه والعلاقة ما بين الرئيس والمرؤوس، وقلنا إن التنسيق والتوجيه ده هو جوهر وظيفة المدير وبيختص بوضع العملية الإدارية موضع التطبيق، وقلنا إن التنسيق والتوجيه بيمثل الجانب التنفيذي من الوظيفة الإدارية، وبيتطلب كل منهم قيام المدير باتخاذ العديد من القرارات التنفيذية المتصلة بالتنفيذ. وقلنا التنسيق معناه إيجاد نوع من التوافق بين الجهود الفردية أو جهود الجماعات عشان أمنع التعارض أو التداخل بينها، أما التوجيه فمعناه التأثير في سلوك الآخرين بما يؤدي إلى تحقيق النتائج المرغوبة. وقلنا التنسيق والتوجيه ده بيعتمد على قدرة المدير في التأثير في سلوك الآخرين، يعني وظيفة التنسيق والتوجيه بتعتمد على قدرة المدير على تأثيره في سلوك الآخرين أو في سلوك الناس اللي بتشتغل معاه. أما بالنسبة لأهمية التنسيق والتوجيه قلنا بتظهر من خلال واحد الحاجة إلى تضافر الجهود على مستوى المنظمة وعلى جميع المستويات، اتنين الحاجة إلى توجيه الجهود لتحقيق الأهداف العامة، تلاتة الحاجة إلى تعظيم العائد من الموارد المتاحة، أربعة الحاجة إلى توفير الوقت والجهد، خمسة عدم تكرار الأنشطة والعمليات دون فائدة، ستة احتمال اختلاف وجهة نظر العاملين عن الإدارة وده بيتطلب إيجاد فهم مشترك وأساليب موحدة، سبعة في بعض الموظفين بيعتادوا العمل طبقا لتوجيهات محددة، تمانية الحاجة إلى تعاون مشترك للعلاقات بين الإدارة والعاملين مع التسليم بصعوبة تحقيق أهداف أحد الطرفين على حساب الطرف الآخر. أما بالنسبة للعلاقة بين الرئيس والمرؤوس، قلنا إن العلاقة بين الرئيس والمرؤوس بتمثل عنصر جوهري في مستوى أداء المرؤوسين، فالرئيس يمكن النظر إليه باعتباره عضوا في فريق عمل أو مجموعة من المرؤوسين بيتحدد في ضوئها العديد من القرارات زي معدلات الأداء والحافز والجزاءات ومستوى الإنجاز وغير ذلك. أما مبادئ العلاقة بينهم فيجب أن تتمثل في المبادئ التالية اللي هي أن يكون الرئيس قادر على دفع أو حث مرؤوسيه نحو الأهداف المرغوب تحقيقها. 2 يجب أن يعمل الرئيس على تحقيق انسجام بين أهداف العمل وأهداف الأفراد ومنع التعارض بينها. 3 الحرص على تأكيد مبدأ وحدة الأمر. 4 يجب أن تكون العلاقة تقوم العلاقة بين الرئيس والمرؤوسين على أساس القبول الشخصي من جانب المرؤوسين لقرارات الرئيس. 5 يجب أن يعمل الرئيس على تأكيد وإرساء روح الفريق والعمل في زيادة التماسك بين أعضائه. وقلنا أن التعليمات الرئيس إلى المرؤوسين بتتخذ أشكال عدة، منها تعليمات عامة أو التعليمات المحددة أو التعليمات الرسمية والتعليمات غير الرسمية. وقلنا إيه الفرق ما بين هذه الأشكال؟ فالتعليمات العامة دي قلنا دي تعليمات بيصدرها الرئيس إلى المرؤوسين عندما يكون المدير حريص على تفويض السلطة. أما التعليمات المحددة دي بتصدر عن الرئيس كلما كان واضح مع نفسه وما عندوش رغبة في تفويض حد في جزء من سلطاته. أما التعليمات الرسمية فدي بتكون قرارات مكتوبة، أما الغير الرسمية فدي بتصدر في شكل شفوي. يعني ممكن أقول لك في الامتحان إيه الفرق ما بين أشكال التعليمات ما بين الرئيس والمرؤوس، أو العلاقة ما بين الرئيس والمرؤوس ايه مبادئها، وايضا ممكن نجي نقول لك ايه تظهر اهمية التنسيق والتوجيه في عدة نواحي وضحها، واخيرا ما اقول لك يعني ايه تعريف التنسيق والتوجيه. نيجي على الوظيفة الاخيرة من وظائف الادارة اللي هي وظيفة الرقابة في الفصل ال 11. يبقى انا عندي وظيفة التخطيط في الفصل الرابع، وظيفة التنظيم في الفصل الخامس،
التنسيق والتوجيه في الفصل السادس، أما الوظيفة الأخيرة اللي هي وظيفة الرقابة دي في الفصل الـ11 في الكتاب. وبعد كده اتكلمنا عن فصل اتخاذ القرار، اتكلمنا فيه عن مفهوم اتخاذ القرار، اتكلمنا فيه عن الفرق بين اتخاذ القرار وصنع القرار، واتكلمنا فيه عن مراحل اتخاذ القرار. كده شباب يبقى احنا اتكلمنا عن المادة وراجعنا الفصول اللي درسناها طول السنة، سواء كانت في المعهد او عن طريق محاضرات الاونلاين. كل سنة وانتم طيبين، مع اطيب امنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.